أياو الحسين رئيس جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع غير المتفقة ونائب الكاتب العام تاع ليمتي الاتحاد المغربي للشغل. جينا احنا مهم بالنسبه لهذا الوقفه اللي رحنا دايرين هنا وبالنسبه لهذا الموضوع اللي رحنا اللي غادي نتكلم فيه، وهو واحد القرار في حق في حقيقه الامر قرار جائر في الحق نتاع هذه الطبقه العامله اللي هي الارباب والسائقين والمهنيين تاع النقل الدولي للبضائع غير المتفقه بصفه عامه على الصعيد الوطني. هذا القرار نزل علينا كصاعقة من السماء، يعني صبحنا وطبقوا علينا هذا القرار اللي كانوا مقبلوا قرار يمنعنا مع عدم إدخال المواد المستعملة بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج. وكما تعرفوا ويعرف الرأي العام، يعني العام الوطني والعالمي، أن احنا التعامل ديالنا مباشرة مع الجالية المغربية، والجالية المغربية لها خصوصيات في اقتناء الأشياء ديالها، بغات تكون أتات قديمة أو أتات جديدة، احنا باش غادي نقول لهم ما تصيفطوش، ما هذا ماشي من حقنا وماشي من حق حتى شي واحد. وبصح القرار هذا القرار اللي خرج احنا كنشوفوا فيه قرار جائر، لأنه أصلا ما تحاوروا معنا ما تكلموا معنا، يعني خلطوا ونزلوه، يعني كما نقولوا جاو حتى نزل هذا القرار. بالنسبة للإخوان اللي راهم هنايا كاملين رافضينه على صعيد وطني، وهذه تنسيقية وطنية اللي راها هنايا مدينة الناظور وكاينة في طنجة وكاينة في ميناء الحسيمة اللي تشكلت على هذا الأساس باش تدافع على هذا القطاع ودفع على، لأن هذا القطاع بالنسبة لهذا القرار ماشي غير هو اللي راه دارنا احنا دارنا مشاكل كثيرة، ما نجي ونكملوا مشكل حتى خلقوا لنا مشكل اخر. احنا ما بغينا غير نفهموا، انا بعد هذه نوجه هذه الرسالة ديالي للمسؤولين في البلاد ديالنا بصفة عامة، من المالك نتاع المغرب حتى لاخر مسؤول، نوجهوا هذه الرسالة ديالنا على اساس يعني واش احنا كنمثلوا نمثلوا هذا، واش حنا قانونيين ولا ماشي قانونيين؟ حنا دروك مين كنجيو للمينائين، اي ميناء كنفوتوا معاه، يعني كنقولوا بان هذا القطاع ديالنا اللي حنا نخدموا فيه قانوني، يعني انسان عنده شركه وعنده قوانين، كيخلص ضرائب، كيخلص عده امور، في حين كيصدروا علينا القرارات بدون مشاوره ديالنا، بدون اي حاجه، ما فهمناش حنا دوك واش نزيدوا نخدموا ولا نريضوا. الا بغاو يريضونا يريضونا، بغاو يديروا لنا شي حاجه يديروها لنا اللي هي عقلانيه. القطاع العشوائيه هما اللي مخلينا في العشوائيه، حنا قانونيين عندنا ضرائب، كنخلصوا جميع المستلزمات اللي كتلزمنا بها الدوله، جميع ما كيعاونونا، ما يعطيونا حتى شي حاجه، في حين كل صباح كنوضوا نلقاو قرار. دوك هذا القرار هذا بمثابه ضربه قاضيه لهذا القطاع بصفه عامه، يعني لا زاد هذا تفعل وطبق هذا القرار، فهذه نقول لهاد الاخوان كاملين وهالطبقه كامله راه هذه تريض، ما هذه تزيد تخدم. التنسيقيه هي اللي راها تتخذ القرارات، وهي اللي هذه تتخذ القرار الصائب بالنسبه لهذه الوقفه وبالنسبه لهذا الاضراب، الى حين يفتح علينا الله ونطلبوا الله يستجيبوا لنا المطالب ديالنا. وكنوجهوا النداء ديالنا لجلاله الملك نصره الله، اللي هذا بالنسبه لهذه المقاولات وتشجيع نتاع المقاولات الصغرى والمقاولات الكبرى، المقاولات المتوسطه، يعني كان هو واحد المبادره وطنيه اللي كانت في انطلاقه واللي كتشجع الجاليه المغربيه على الاستثمار داخل الوطن ويجيو هاد الناس يجهضوا هاد الاعمال، يعني بين صبح عشيه وضحاها، فهذا قرار مجحف وقرار ظالم في الحق ديالنا. ولهذا نوجه الرساله ديالنا لجلاله الملك للتدخل وللنظر بعين الرحمه في هذا القطاع في هذا الاخوان اللي راهم يعانيوا في هذه البلاد. لحد الساعه ما كان حتى شي مسؤول، ما كان حتى شي جواب، ما بغاو يريحوا يهضروا معنا، ما بغاو يعطيونا جواب باش نشوفوا الوضعيه ديال الاخوان والوضعيه ديال الحاله ديالنا. الجابري يحيى كاتب العام لنقابه ارباب ومهنيي النقد الدولي للبضائع الغير مرتفقه. هذا الاضراب جاء لمدته 48 ساعه، جاء على اثر واحد ان سيركيلير للدائريه اللي صدرتها اداره الجمارك باعاز من وزاره الصناعه والتجاره، اللي كتمنع الاخوان اللي كيمارسوا هذه المهنه ديال النقل الدولي من الحرمان ديالهم
من نقل بعض الأمتعة الإلكترونية الإلكتروميناجي إلى البلد المغرب ديالنا. هذا الإلكتروميناجي هو ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كتجيب هذه الشهادة إما عن طريق غادي تسلموا للعوائل ديالها أو لتأتيت المنازل ديالها. حنا هذا الإلكتروميناجي اللي كنجيبوه كنعشروا عليه هنايا وكندوزوا، داكشي قانوني. حنا هذا القرار اللي جا ما علموناش عليه اولا، والشيء اللي اكدنا باللي ان هذا القرار قد دخل حيز تنفيذ هو ان بعض الاخوان في مدينه في ميناء طنجه لما دخلوا بهذا الشيء اللي خرج في القرار، اداره الجمارك فاجاتهم بواحد الامضاء على واحد الالتزام على اثره، على انه يعني اعترف بما جاء في هذه الدائريه والتزم بانه التزام شامل تام بانه ما غاديش يولي يعاود يجيب هاد المواد هذه اللي هضرنا عليها. ولهذا حنا على اثر هذا الاضراب اللي درناه لمده ديالو 48 ساعه ودايرين فيه قابل للتمديد، وصلنا الرساله ديالنا، وصلنا المطالب ديالنا للجهات المعنيه، ولحد الان لا جواب ولا اللي قلب علاش ما استدعتنا حتى شي جهه مسؤوله باش تعطينا الجواب الشافي. ولهذا حنا ان شاء الله بالتنسيقيه المغربيه للنقل الدولي غادي اليوم نخرجوا بواحد البلاغ. الحمد لله كان اضراب، انا اعتقده كان اضراب ناجح. البارح كان يزيد هنايا على 146 يعني شاحنه اللي كانت هنايا، اليوم غادي يقدر نصدر واحد البلاغ على اثره، غادي تشوف التنسيقيه شنو هي الخطوات النضاليه المستقبليه ان شاء الله. نتشكر بعد قناه زايو غيغان ديوسين سيتي نشين ما مشت وريداني تنشين المهنيين النقل الدولي نشين نتفاجئ السجن الخضاء نهارس بدنا نغ باش نينيس اللغه نغ نتمازيغ نقارس بدنا نغ حوايج اذا نكسي الجاليه اذا نغطيش نسحب الجاليه نسكو هذا الصند دي دانيتا حوايج نسن الى اخره غاثو درين سكنت الحاج نسي هاد الناس يفغى نغديش نقرر الديوانه باللي المنع من عندنا غير حوايج ني ممنوع عند نيسي نهائيا رخو شي نهار كنجي المظاهره ثاني تا مش توري دانيتا مار الاخوان اذا نتي ديمون مارا نشي نقال زعما السيد الوزير يخنا السيد الديوانه اذا غيكين زعما يقلنا وين الشغرة يا مو نقارس نقد قوا وغاس زعما واتجيبو شن حاجة تزين رخبا يصفار راح رخبا راهو سمازين شن قارس واحد شن قاروم زعما الله يعطي عليكم زعما ضرخت قم الحل قنشن قنقيش الافلاس ديجا تو غنتعانس المشاكل فيزا الحمد لله نهار غنبدا نغدر سارح انا نغي فيزا نبدل نقود الاضرابات سارح انا نغي فيزا سارح انا نغي كلشي نهار وقتين نغسل القرار رخو شي من غنقد رخو شي الشركات من غنقد خو شنين ديجا الحمد لله الملك محمد السادس نصره الله الله يشافيه الله يطول عمره يشجع المقاولة الصغرى الى نستافد سينتلاقا نهارا اكثريه غنغني تنتونو بينات قضيتنا مع واس غاسن المشاكل نسن غاسن اتصل الحوايج واتي في الميزي غاخد نهار البان كو قاد تقاسن الحاجز نهار غاسن يجي المشكل ضم قرا بالضبط نشكي كيساور لنا بعدا غنغي انطلاقا مي كيسن غنق نهار البان كو قاد تدعايا نغد تقرا الحجز تونو بينا ثناغي وقرا ناغي اتص المشاكل يتجان واش نقارس زعما الله يعطي عليهم اظن نحل لي الشغره هذا الجني وذا هذا حال خدمن اسحاب الجاليه قد سكان شي نكسي دمغي الحوايج نسحاب الجاليه غيني تسكن يدو درين سن قال شي واحد انت هو الحوايج جروب انت زد نزنو زاثان ني نتكش المهربات باش نحاش شي نكسي الحوايج الجاليه نسكو وظيفه ثاني تاع المغرب تهضر خدمه ثنا ونتشكى ان شاء الله على المسؤولين ان شاء الله ضرغ فهمني هو ورنا ان شاء الله ضيو هو ورنا باش ضرغ فهمن اظن غير خنشي الحق نديو انا نتخدى سيت الحق ترونزيتور نتخدى سيت الحق باركين الموين نتخدى سيت جميع القانونات نتخدى سيت باش نهار كنقيج الافلاس نهار انا غاجي الافلاس ضام قران ونقارس نشفى نغزيد دقه الله عليكم شفا ما نغزيد دقه الجمان غير حنخدم غنغلمج المسؤوليه الطام قرانت انا رجل المسؤوليه تمقرت اكثر هي الزايد الزينه ولو غازي 600 الف فرانك نتخرستيش ها ما يزدغيو 600 الف
الملك يقنغ زعما الملك النغل نصره الله الله يشافي الله يطول عمره يقنغ زعما المشروع عين انطلاقا يشجع القوى المقاولة الصغرى باش يودنا حنا غازات ماشي ولكن شي نهار الوزاريه النغ نتفاجئ تقنغ شن وينات الافلاس واش نقارس زعما الله يرضي عليهم هذا فهم من شويه هذا نقل لي الحلي الشغره وشكرا جزاكم الله خيرا. معكم عبد المجيد هلال نائب رئيس جمعيه التضامن للنقل الدولي فرع السيارات النفعيه وعضو بالتنسيقيه المغربيه. اولا تنشكروا هذا المنبر ديالكم لتعاطيه مع هذه الوقفه الاحتجاجيه التي دامت 48 ساعه والتي جاءت على اثر الدوريه الصادره عن اداره الجمارك بايعاز من وزاره الصناعه والتجاره بتاريخ 13 نوفمبر 2023. هذه الدوريه رقم 311 على 6511 والراميه الى منع ادخال او نقل بعض مستلزمات الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج والتي تتمثل في فئات منزلي وفي عده مسائل اخرى كثيره. فالامر اللي كاين والذي وجب توضيحه هو انه هذا النقال المغاربه ديال البضائع او ديال السلع الغير مرتفقه ذات طابع الخاص التي لا تحمل اي طابع تجاري فهي ذات طابع خاص مهاجري المغاربه تساعدوا العائلات ديالهم هنا في المغرب او كيرسلوا المنازل الخاصه ديالهم هذه الاجهزه الالكترونيه والتي حنا كنجيبوها وكنخلصوا عليها رسوم جمركيه ونشتغل في اطار مقاوله صغرى كتخلص الضرائب في واحد الاطار قانوني محض يعني ليس هناك تجاوزات وليس هناك اضرار باقتصاد الوطن ولا اي شيء من هذا القبيل لان حتى هذا المنقول اللي كنجيبوه حنايا لا يكتسي صبغه تجاريه كاع داك الناس اللي كيصيفطوا داك الشيء تيمشي اما للبيوت ديالهم او العائلات ديالهم فبالتالي الصبغه التجاريه منعدمه بتاتا. لذلك حنا قررنا انه باش نسمعوا الصوت ديالنا ونرفعوا هذا الظلم وهذا القرار الجائر قررنا يعني مبدئيا نديروا واحد الوقفه ديال 48 ساعه للتنديد ثم بعد ذلك سنمر الى اشكال تصعيديه اخرى اذا لم يتم يعني اما استثناءنا من هذا القرار هذا او لا سحبه بصفه نهائيه. هذا هو اللي كاين.